بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وريكتدا كسعب سنايدي حكينتا هولها عصب الدولدة هي أديد كل دون أي قبانة سو صاري مهمة ديد وحي أهيدي إن حليا كل جورك دلك أمري مرحلة حساسية إن أن لغو تكرفة لن أود نمدة دولدة أو أنيد عن إن لو استعماله دولد نمدة يدغن كيدا سكو سابسن أما لحريرتا أرماع دور شويكي أولو لا إن الله استعمالن داد بغن أو قبي كارو أما كوفي كيري كارو إن أي حلقي دولدو دماضي أيبون فرصدو دي أي دماتي إن أي كتا عدين هانتدا إيو محانكو رادا يحبك دولد نمدا وحان ديديني إن هادا أي دعلا خلادات كاس إيو كتا كرفال كاس أول دولد عكلون ديديني حكومة دا أما دولد سوسع تأمان دون تدور شدك بعد إن أن هدا عقبة جدك الله سيد لجن أو مشاريع يو بلنقادية يو هشيسية يو قندراسية بري أنا كبحي كرين دولد أو نبكو نقن دون دولد دنبه إيمان دون تا إن أن هدا ودد الله سيد لجن أو أنا أيضو مركز دولبا أو بلنتاسي شخصي إن لوغة فائدي سنة لكن أن لأيجين عقبة دا كو إيمان كرت دولد نمدا iy dawladda cusub ee iman doonto inahaas oo dhan markii aan isku celcelinay waxaan noo soo baxday inay haboon tahay wixii wanaagsanaa ee ummada Soomaalida soo qabsoomay 4 sano ee la soo dhaafay in ay meeshooda ku hakistaan oo ay u diyaar garoobaan isbeddelka cusub ee iman doono markuu yimaadana meesha ummada ay ka sii jaan qaado laakiin wixii aan hadda aan la macna tirin ama aanan muxuu ahay lagu cayaarin iyo khatartaas kale inaan dowladnimada gelin marka dhammaan ujeeddadu isku soo koob waxay ahayd u heelin xafiiskaygu iyo aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aan u heelinayna dowladnimada iyo dhaqanka suuban ee dowladnimada.